السلام عليكم ومرحبا بكم والجديد. غنخليو المحطه الطرقيه الجديده ومشاكلها ونخليو محطه القطار وغادي نجيو لهذا الطريق. اشغال البنيه التحتيه، اشغال تثنيه الطريق، طريق المحطه. هذا الطريق نسبه الى المحطتين غنسميوه شارع او لا طريق المحطه. لحد الساعه كنشوف لاول مره اوسع طريق، صراحه اوسع طريق خصوصا في مدينه الجديده، غنسميوها طريق المحطة. وهنا كاين حي السلام، اهلا وسهلا بكم ساكنة حي السلام ومرحبا بكم في قناة سيمو شو. وعندنا النجد ايضا قدامنا، حي النجد، حي آية اولا ومن بعد حي النجد، ومن بعد غادي ندوزو شارع الخليل ابراهيم عليه السلام. لاحظوا مشاهدينا الكرام اللي لفت الانتباه ديالي وخلاني نوقف وندير روبورتاج على هاد الشارع او الطريق الجديدة اللي دارت طروف ودوفوا ما شاء الله، عريضة من الراس ديالها من البوردورة الأولى حتى الآخر بوردولة اللي في الآخر على البطوات، راه تقريبا واحد 30 متر وأكثر، 30 متر وأكثر، يعني أطول أعرض، عفوا أعرض طريق. هالطريق إخواني متابعينا كتكون من عدة مسارات ما شاء الله. صراحة الدولة كتقوم بواحد المهمة مهمة جدا. المسار الأول راه هو أمامكم، غادي نمشيو نتكلمو عليه. ما عرفتش واش غادي دار فيه الورد ولا الربيع أولا غيكون خصيب ممر رجلين، هو هذا اللي فيه الحص وفيه الكياس وفيه التفنة وفيه الصم أيضا، الصم بحال الصم اللي تيكون في القطارات، يعني فكرة جميلة ورائعة. هالمسار الأول ولاحظوا معايا راه تقريبا شي 6 ديال الأمتار، يعني فكرة رائعة وجميلة جدا. واللي غادي تكون شي محطة هاد الجانب خاص غيكون محطة ديال الحافلات، هذا الجانب الأول. ندوزو نشوفو الطريق اللي كتبدي هادي حاليا تقريبا فيها طروف، ولاحظوا معايا يمشيو فيها 3 ديال السيارات مرتاحين، جميل رائع صراحة، شيء ممتاز اللهم بارك. هنا كاين واحد ممر من هنا من الوسط، هو امامكم هذا باساج لخاوي. اذا غنشوفوا الطريق اللي في الوسط، هذا الطريق اللي في الوسط متابعينا الكرام اش فيها؟ فيها ممر اولا ديال الراجلين والبنيه التحتيه ديال الكهرباء، سي ديجا في صلاه على النبي. هذا ممر خاص بالراجلين، وهنا كاين ممر خاص بالراجلين، مزيان. هنا الوسط، هنا ذكرتني غاب بالطرق ديال الرباط وسلا اللي كيكون فيهم الترام بحال هاد الشكل اللي تيكون فيهم الوسط، ولكن الظاهر انه غادي يكون هنا اماكن معشوشبه، هنا يقدروا يديروا الربيع للتزيين. واكيد اكيد ملي تيكون شي شارع فيه النخل في الجنبات، ولاحظت متابعينا الكرام كيتكلموا على النخل، غرس النخل. شكرا لكم وشكرا على هاد النقطه، ما كنهضرش عليها بزاف، دابا غادي نهضر عليها، لان النخل عنده عده فوائد، منها فوائد صحيه، فوائد خاصه بالمظهر الخارجي ديال الشارع. لما كدير نخل بدل ما تغرس اشجار اخرى كيكون واحد المنظر جميل ورائع وفيه اصاله ومعاصره. هنا البنيه التحتيه ديال اعمده الكهرباء. اذا غيكون هنا ان شاء الله الربيع وغادي يتزين ان شاء الله بالجنبات، كنتمنى من الله يتزرعوا اشجار النخيل. واكيد هادشي غادي يكون واحد المنظر، واحد المنظر جميل، لان ملي تيكون الغازو في الوسط كيعطي واحد المنظر رائع. اذا المقاوله المكلفه الشركه هي امامكم، غادي نكتشفوها معنا في القناه وغنشوفوا اسم ديالها وغادي نتعرفوا عليها بحول الله. اذا حي السلامه وامامكم، حي آية والنجد واحد والنجد جوج ان شاء الله. اذا بلا ما نطول عليكم مشاهدينا الكرام، الفريق اللي معنا هنا هو الفريق اللي كنا شفناه معانا في شارع المسيرة داخل مدينة الجديدة، SSMT سوسيتي سوس ماسا دي ترافو جينيرال. هما هادو هما الشركة، شركة سوس ماسا للأشغال العمومية. ها هما أمامكم هاد الديبو ديالهم، اللهم بارك، الله يسخر لهم، الله يعاونهم لكل ما فيه خير للبلاد.
والعباد. شوفنا راه واحد هنا حاليا الرمله حدا هنا، هاد الرمله هادي غالبا كتكون فيها ديال الغازون ان شاء الله غيزرعوا الربيع هنا. اذا كاين واحد المدار هنا اولا واحد التقاطع، كاين هنا واحد التقاطع لان هنا ما بانش لي طريق، ما كايناش طريق هنا، كاين هنا طريق كبيره، كاين هنا طريق كبيره، طريق كبيره هنا. اذا هذا هو الشكل العام اللي كاين، الكاياس ديالهم والتفنة ديالهم والبلوكاج وداكشي ديالهم كله ها هو هنايا اشغال عندهم هنايا الديبو ديالهم. اذا غنكملوا الطريق ان شاء الله شارع الخليل ابراهيم عليه السلام. ليتس جو. مشاهدينا الكرام، تتم ديال الطريق طريق المحطة. إذا لاحظوا معايا الأشغال ولاحظوا معايا الطريق كيف أصبحت وتوسيع الطريق، ولاو فيها مجموعة ديال المنافذ. هنا كاين واحد الموقف ديال السيارات دار لهم، لاحظوا معايا هنا الطريق كي ولات أشغال على قدم وساق. إذا هنا خاصة البنية التحتية هنا تصلح، مازال هنا هنا واصلين هنا حاليا، هنا مازال ما خدموش عليها حاليا في هذا المدار هذا. إذا هنا مازال إصلاحات هنا، خاص إصلاحات هنا تكون قوية هنا في هذا المدار هذا. إذا مشاهدينا الكرام، سيرفيس ديميل قدامنا، الغزوة قدامنا. إذا شارع النجدة هو أمامكم، النجد واحد، النجد جوج، والسيرفيس ديميل قدامنا. إذا لاحظوا معايا الأشغال، أشغال بنية تحتية على قدم وساق. أشغال جنبات الطريق. ما زالت مدينة جديدة تحتاج إلى أشغال كبرى. شوية. إذا في اتجاه حي سيرفيس ديميل، لاحظوا معايا الكومباكت في الوسط الطريق، كتكومباكتي لي الأرض هنا مزيان. إذا المشاهدين الكرام، نكتفي بهذا الحصة، نكتفي بهذا الروبورتاج حول هذا الشارع من المحطة، شارع المحطة دلاكار. ما تنساوش ديرو لنا لايك متابعينا الكرام. هذا اخوكم سماح من قناة سيمو شو 07، قناة المشاريع الملكية والوطنية بامتياز. إلى اللقاء يا أصدقاء.